على أنه لا يمنع أحدا مانع من الإنفاق على أهله أو على فقراء أو مساكين، ولا يستطيع أحد أن يمنعه، وإن فعل أحد ذلك فلا سمع له ولا طاعة في هذا، فلا يكبر رأسه، لأن تخوف الناس أيضا يجعل أهل الباطل يتمادون. ولو وقف الناس وقفة واحدة فإن أولئك يتراجعون، فكيف إذا فعلوا ذلك ومعهم الحق، كل الحق للعمل بالخير الذي يريدونه، وذلك في النهاية لصالح المجتمع جميعا. فلذلك لا بد من تصحيح الوضع. وطالما طالبت بالإنفاق الدوري أي المستمر ولو كان قليلا، بحيث يكون هناك دوام على الخير، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: خير العمل ما دام وإن كان قليلا، أو ما دام وإن قل، أو خير العمل ما داوم عليه صاحبه. قليل دائم خير من كثير منقطع. لو أن أحدا يوجه إلى مشروع خيري في كل شهر 10 ريالات لحصل خير كثير، خاصة إذا عممت الفكرة، لأن الحمل خفيف يتعاون فيه الناس جميعا. ففي قرية واحدة لو وجد 1000 شخص، وهذا عدد قليل في قرانا أو في ولاياتنا هذه، وحسب الإحصاءات 10,000، ألا يوجد هناك 1,000 شخص؟ تصوروا أن هؤلاء 1,000 دفعوا في كل شهر، أو دفع كل واحد منهم 10 ريالات، إذن يتوفر في كل شهر 10,000. وعشرة ريالات ليست كثيرة، كيف ونحن نطالب بأكثر من ذلك؟ هناك من الناس من يدفع الخمس من ماله، من مكسبه، لأجل الدعوة إلى الله تعالى، لأجل دينه. إن كان يتحصل على 100 ريال يدفع 20 ريالا منها، وعندما نقول نحن يدفع 10 ريالات هذا لا يساوي حتى ربما 1% من شخص يتقاضى راتبا وهو 1,000 ريال تقريبا، هذا في كل 100 ريال ضربها في 10، إذن 10 ريالات هي كان راتبه 1,000 ريال، هذا متوسط دخل كثير من الناس. ومن جاوز 30 أو قرب 40 هذا جاوز سقف 1,000 ريال والحمد لله. رواتب كثير من الناس ممن جاوزوا 30 من 1,000 إلى 2,000. بعض الجهات كما يخبرني بعض الإخوة، أو في بعض البلاد بعض الأشخاص يحولون رواتبهم من رواتبهم إلى 18 جهة خيرية في الشهر الواحد، عندهم جدول، عندهم نظام، إلى 18 جهة خيرية مستمر. لو لم يعطي هذه الجهة في كل شهر إلا ريالا فهو مستمر، فما بالكم لو أعطى 5 ريالات، كم يعني 90 ريالا؟ هل هي كثيرة على الشخص يستلم راتبا يزيد على 1,000؟ علينا أن نعود أنفسنا يا إخوة ألا ننتظر اللحظات التي فيها أن نسلم من الديون وأن يبقى لدينا شيء نبقي كما نقول ادخارا للأيام في المستقبل. الله تعالى يقول: الذين ينفقون في السراء والضراء
الإنفاق يكون في السراء وفي الضراء قدر الطاقة. وقد جربنا هذا الأمر، ليس هناك مال يبقى، إن لم تنفقوا في هذه الوجوه الخيرية سيذهب إلى أمور أخرى تافهة لا تستحق. من منا إذا أتاه ضيف على الأقل لا ينفق من أجله 50 ريالا؟ الذبيحة نفسها بكم؟ والآن الأغراض الأخرى، ضيف واحد في يوم واحد، فكيف إذا كان جملة؟ ولا يبالي ويرى ذلك وينفق ذلك بكل سخاء ورضا. فلماذا نتقاعس حين يأتي الأمر إلى هذا العمل الصالح في سبيل الله؟ بل لو قيل للشباب اليوم نخرج في رحلة إلى الرمول ولا إلى المكان الفلاني قرب البحر أو ونذبح نسوي مشاكيك وكذا، فكل واحد مستعد بكل أريحية أن يدفع 10 ريالات أو 20 ريال لمدة نصف ساعة، ساعة أو ساعتين، وربما يبيتون هناك. ذهب المال لشيء من متاع الدنيا. ونحن لا نمنع الناس من التيسير على أنفسهم والتوسيع على أهليهم، ولكن نقول يجب أن يكون لدينا أيضا سلم أوليات، نقدم الأهم على المهم. فلو أن أحدنا قرر في نفسه أن يقتطع جزءا من دخله بنسبة مئوية معينة، لا أقول 20%، اجعلوها 10%، 10% يا إخوة من الدخل كيفما كان، سواء كان راتبا شهريا أو كان لدى بعضنا مشاريع تجارية أو زراعية أو غير ذلك مما يدر له دخلا، فإني أؤكد لكم أننا لن نحتاج أن نمد أيدينا إلى أحد بعد اليوم إن شاء الله. هذا واقع، لسنا بحاجة أن نذهب لنطلب من الأغنياء أو بعض علية القوم أن يبنوا لنا مدرسة أو أن يبنوا لنا مسجدا، وإن كنت أقول في النهاية هم من أفراد المجتمع، ولكن طائفة من هؤلاء للأسف الشديد يمنون بهذا الإنفاق، أو أنهم حينما ينفقون يشترطون شروطا لأجل عود المنفعة المادية عليهم في هذه الحياة الدنيا، كان تكتب أسماؤهم على المؤسسة الخيرية أو أن يكتب في حجر أنهم من أنفقوا هذا المال لأجل هذه المدرسة وهذا المسجد، أو أن يكون لهم نصيب في الإعلان التجاري في قناة معينة مثلا ليكون ذلك دعاية لهم. ففي النهاية يريدون مصالح مادية، أو أن بعضهم يفعل ذلك حتى يرشح في عضوية مجلس من المجالس لكي ينتخب من الجمهور، يظهر أمام الناس أنه صاحب معروف، وهكذا لهم مصالح خاصة. فلماذا لا نفوت عليهم الفرصة إن استطعنا لنجعل أعمال الدعوة خالصة لله عز وجل، لا سلطة لأحد من أهل الدنيا عليها، وإنما يقوم عليها أناس أمناء أو أكفاء يخلصون عملهم لله عز وجل، لا لمنفعة أنفسهم ولا لمنفعة أصحاب المصالح، وإنما ذلك مصلحة عامة. وبذلك تؤتي هذه الأعمال الخيرية أكلها ويبارك الله تعالى فيها، وهذا أمر ميسور، أمر ميسور. كنا قبل سنين نقول بأن عدد أهل الصلاح قليل ولا يستطيعون، الآن والحمد لله عندما يفتح المرء عينيه يجد ما شاء الله من ظاهرهم الصلاح ك
كثرة كاثرة، ولازلنا في نفس المربع القديم أو أننا تجاوزناه بقليل. أنا لا أريد أن أثبط الهمم، أقول هناك إنجازات والحمد لله من بعض الإخوة الأفاضل في مجالات كثيرة، ولكن مقارنة بالطاقات الموجودة أقول لازلنا نهمل كثيرا من الطاقات، بل نتلفها في الحقيقة، نضيعها، لأن عدم استغلال هذه الطاقات يؤدي إلى هدرها. الزمن الذي مضى لا يعود، المال الذي أنفق لا يعود في مجالات غير صالحة، فدعونا نبدأ من جديد، دعونا نبدأ من جديد لنتدارك ما بقي من أعمارنا.